FM. الكلمة ليك. فام بهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعدها سلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء للغير وكل تشابه بينه وبين الواقع فرامي مش بالعاني. علمت وكالة رامي للأنباء من مصادرها الخاصة والغير موثوقة أن عادل علمي غادر اليوم مطار تونس قرطاج في اتجاه فرنسا مصحوبا بعادل منفذ وذلك لمعاينة وحجز شورت أونس جابر والذي اعتبره منافي للأخلاق ويفطر. هذا وصرح عادل علمي لمراسلنا أشرف العطروس أنه سينطلق قريبا في حملة شوف العصفور خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث سيقوم صحبة العدل المنفذ واستوديو الجفالي بمعاينة كل ذكور تونس والتثبت أن كانوا مختونين أم لا. فتوى غريبة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على لسان أحد الشيوخ التونسيين قال فيها أن من فشخ عادل علمي كانما أطعم 60 مسكينا ومبشر بالجنة. وأضاف ذات شيخ أن عادل علمي عازق رمضان نظرا لأنه كل يوم ماكلة ريحة. بعد أن دعا ترامب قادة العالم للاتصال به على هاتفه المحمول أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الجمهورية الباي باجي قيد سبسي قام البارحة ببرومو مع الرئيس الأمريكي الليلة الفارطة. وأضافت الرئاسة أن مدة المكالمة بين الرئيسين تجاوزت 8 ساعات، ربع ساعة منها مع ترامب والبقية مع ميلانا. أكد مصدر أمني لوكالة رامي الأنباء وقد تمت مصادرة اسم صافي سعيد ضمن ممتلكات شفيق جراية ليصبح اسمه الجديد حما سبتي. نفى برهان لبسيس خلال مداخلة هاتفية في أخبار وكالة رامي الأنباء أن يكون أي هناك علاقة بين طرد النائبة صابرين القوبانطيني واتهامها لبعض النواب بالفساد، قائلا أن عيد الأضحى على الأبواب واللجنة المركزية قررت إبعاد القوبانطيني عن الحزب حتى تتفرغ لبيع الخرفان. خلال تدشينه للسجن المدني الجديد ببيلي من ولاية نابل أكد منور الورتاني أن هذا السجن سيكون منارة تشع على كامل الولاية وسيساهم في مقاومة البطالة والفقر من خلال استقطاب الشباب من الشارع إلى الداخل. ختاما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المشروع السياحي الجديد يسمى بالعمارة المتكية، وهو عبارة عن عمارة من 6 طوابق كادت أن تسقط. ومالت على العمارة اللي بجنبها. وصرح السيسي بأن العمارة المتكية ستكون منارة سياحية على غرار البرج المائل في إيطاليا. الكلمة ليك.